كده انا ورقي كله كامل يا فندم. اتمنى بقى من سعادتك ان ناخد الفيزا. شوف يا استاذ احمد يا فندم. احمد سعد. ايوه يا فندم. لا الحقيقه انت مش هتقدر تاخد الفيزا. ليه يا فندم؟ زي ما تقول كده مستنداتك مش اناف. انت عايز تسافر اوروبا مش عارف يعني ايه اناف؟ مش كفايه. مش كفايه؟ كل ده ورق وتقول لي مش كفايه؟ مصور لك ورق ب 6000 جنيه وتقول لي مش كفايه؟ مصور لحضرتك. مصور لحضرتك ورق ب 6000 جنيه وتقول لي مش كفايه؟ بعت صيغه امي عشان اصور لك الورق ده وتقول لي مامتي. بعت صيغه مامتي. بعت صيغه مامتي عشان اصور لك بقى الورق ده وتقول لي مش كفايه؟ حرام عليك في ايه؟ حضرتك خلصت؟ انف. هات الورق ده. يلا السلام. حرام يا جدعان اللي بيحصل فينا ده. اللي بعده نكست. اهلا. هاي. هاي. انا جاي اخد الفيزا. نعم. جاي اخد الفيزا. لو ينفع بس حضرتك تديها لي بسرعه عشان رايحنا صف تاني. صف تاني. لا هو حضرتك جايه اون ذا ران ولا ايه؟ حضرتك ما عندكيش فكره عن البلد اللي انت رايحاها؟ لا. البلد اللي انت رايحاها مليانه موزس، فالحقيقه مش محتاجه موزس تانية. يعني ايه؟ انا لسه مجدده رخصتي بالطريقه دي. ممكن ده هناك ينفع، ممكن في اي طابور بتاع تموين ينفع، في الاستاد ينفع، لكن في السفاره ما ينفعش. الحقيقه بس قبل العربيه ما تكلمش. نكست. اللي بعده. صباح الخير يا راجل الجميل. صباح الخير يا حبيبي. اتفضل يا فندم. حبيبي. الاستاذ هاني. بالظبط يا فندم. انت عايز تاخد فيزا ان شاء الله. ايوه يا استاذ هاني. ايه ده؟ انت حاطط لي 20 جندي في الباسبور؟ لا يا فندم ده مش قصدي، دي انا كنت سايبها للسايس. انا اسف جدا. لا 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 طبعا طبعا. ينفع مقصودش. ينفع. انا اسف مش قصدي طبعا. ينفعش. لا ما يصحش طبعا. لا انا قصدي احط دي ال 50 تخلي الناشف يلين. لا مية باريزة تجيب الفيزا معروف. لا طب التقيلة بقى هنا. تقيلة هنا. 200. ال200 تخلي الختم ختمين. وانت الصادق تخلي اللقة لقتين، تخلي النكست نكستين، تخلي اليلا يلتين. حاجتك وفلوسك سلامة. مش أنا. نكست. اللي بعده. لو هتسأل مين أنا، أنا اللي مقدم من سنة، أنا اللي جيت لك ألف مرة لحد ظهري متنة. مسافر ليه وقلت لك، بنك ستيتمنت جبت لك، شريط حياتي ذكرياتي وشهاداتي فرشت لك. قلبك المرة دي رق، عرفت إن عندي حق. هيا غالي هتديها لي ولا ناوي تقول لي لا؟ لا لا احلف بالله لا لا. عارف كان نفسي أقول لك بس لا ديت، لأن لقيت القافية نفس ال لا لا كده. يلا. النكست. اللي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخي. شوف يا سعاده الباشا، انا جاي اقول لك كلمتين ورزقي على الله. اتفضل. انا جيت لك شايل كفني عشان اخد الفيزا، ويا روح ما بعدك روح. صعبت عليك؟ جدا. انت منين؟ نعم. حضرتك منين؟ انا من اسهاج. منين؟ من اسهاج. سوهاج. ايه؟ اسمك ايه؟ انا اسمي هريدي. ولو حضرتك هتصفرني يبقى جدودي. لا لا انا هخليها ريدي لاني مش هصفرك. تعال سافر ليه يا حاج؟ سعاده الباشا نفسي اسافر بقى، نفسي البس الباكيني، زهقت من الكلسون. انت اللي تلبس الباكيني؟ ايه؟ انا خايف عليك عشان كده انت مش هتسافر يا حاج. اتفضل. سلام. سلام يا باشا. اللي بعده نكست. صباح الخير يا باشا. اهلا. صباح الخير. انا جاي اقول لمعاليك اللي انا مش عايز الفيزا. امال جيت ليه؟ جاي اقول لك ان الفيزا اللي انت زللنا بيها تراب بلدنا اغلى منها 300,000 مره. بلدنا اولى بينا بولادها يا سعاده الباشا. انا نفسي عزيزه وما اخدش الفيزا. جيت ليه يا ابن اللذيذه؟ جيت اقول لك ان الازاز اللي انت قاعد وراه ده عامي عينيك عن حقايق كتير انت مش شايفها.
الناس بره مختلفة عن اللي انت بتشوفها جوا. حقايق كتير وطباع ناس كتير انت مش شايفها يا باشا. يا باشا الفيزا مش كل حاجة. وايه رأيك ان انا هديلك الفيزا؟ ارجوك يا باشا. من فضلك اديني فرصة اعمل حاجة واحدة كويسة في حياتي. بعد اذن معاليك ما تضغطش عليا. مبروك انت خدت الفيزا. يس خدت الفيزا خدت الفيزا خدت الفيزا. اصل يا باشا يا ممثل وبصراحه مش واخد حقي هنا في البلد دي، فقلت اطلع بره. هوليود باليوود اشوف لي شغلانه اشتغلها. وانت مضيت لي على الفيزا. شكرا شكرا يا باشا. تعيش وتاخد غيرها. Ha 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 ha